لكن انا باصص اقدر ابص خارج المدرجات الدنيا. بقول لك زي ما قلت لك القوات الامن عامله تشكيلات امنيه بره خوفا بره الملعب غير اللي احنا شايفينهم جوه الملعب. نسمعك يا كريم. بقول لك يعني في تشكيلات امنيه بره الملعب غير اللي احنا شايفينهم داخل الاستاد غير اللي انت شايفها في ايضا خارج الملعب بتحصل تشكيلات امنيه خوفا ان يحصل تشابك او اي حاجه بين الجمهورين. زي ما انت شايف الجمهورين لسه في ارض الملعب ومن المفترض الطبيعي في المواقف اللي زي دي جمهور الاهلي هو اللي يخرج اولا والامن يمنع جمهور غزل المحله لغايه ما جمهور الاهلي يغادر المحله تماما. طيب يعني فايز خليك معانا برضو لو في اي جديد بلغنا بيه سريعا ويعني نتمنى الامور خلاص. بس شايف يا كابتن يعني زي ما حضرتك او فايز بيقول يعني انا شايف ان جمهور المحله جمهور الاهلي هو اللي يخرج الاول. والله كابتن بدل ما جمهور المحله يخرج بره يحصل انت ممكن تسيطر على الجمهور ده لانه ممكن غريب جوه ملعب ممكن تقول له انتظر لغايه ما كل الامور تهدى تماما، انما ما تقدرش تسيطر على جمهور محله 15 او 14 او 13 او 11000 متفرج اعلى بكتير جدا. ده انا قصدي ايه ان جمهور الاهلي يخرج بعد فتره وجمهور محله لسه في ده انا خاف من دي عشان مش جمهور المحله يخرج بره يستنى جمهور الاهلي. ما لازم في تامين يا كابتن. هو انت مش قادر تامن مش قادرين يامنون الملعب مش قادر تامن المباراه هتامن محافظه الغربيه ازاي؟ ما لازم يكون في تامين اذا كان من الجيش او من الشرطه. بس هو كل الموضوع لازم نخرج من الموضوع دوت الى بر الامان. بر الامان لازم يكون في شغل كويس جدا معمول من الداخليه والجيش على جماهير النادي الاهلي وعلى بعثة النادي الاهلي كجهاز فني. انا واللعيبه اتمنى من كل قلبي ان نخرج من المباراه ديت بتامين كافي ودول رايحين ليه هناك دول؟ اللي هم موجودين بتوع ارضيه الملعب، ما الجيش سايبهم ليه هناك؟ طب رايحين يضايقوا جمهور النادي الاهلي. ايه الاثاره ديت؟ ليه كل ده؟ يعني حاجه غريبه جدا يعني. هم فين بتوع الداخليه؟ طب بتوع الشرطه؟ بس ده قديم لا يا كابتن ده هوا. احنا عندنا على الهوا دلوقتي ده متهيألي معاد ده على الهوا. لو معاد ما يجيبوش تاني على الهوا. على الهوا ما بيقول لي على الهوا كابتن على الهوا يعني ما ينفعش. ما طب فين هم سايبينهم ليه؟ طيب اللي هم اللي رايحين يضايقوا جمهور النادي الاهلي ليه كده يعني؟ هي اختلط الحابل بالنابل. لا هو دلوقتي المشكله يجي يقول لك يحتك بفرد يقول لك الداخليه بتضرب طفل او بتضرب واحد، ما يحتكش بفلان يقول لك معلش هم سايبينه. اه برضه حاجه من النص احنا مش عارفين نفرق يعني. المفروض ان حاجه زي ديت يكون في قرار برضه حاسم ورادع لازم يقفوا ضد الناس اللي رايحين يثيروا حتى جمهور النادي الاهلي. طب بيثيروهم ليه؟ هي ما القصه بقت حرب ما بقتش كره قدم. حاجه غريبه جدا جدا، حاجه يعني مأساة بصراحة مأساة. طيب احنا يعني كنا برضو عايزين نتكلم في يعني حاجات طبعا يعني الواحد عايز يتكلم على نتائج الماتشات التانية ويعني نقول كان اخر نتيجة وصلت لنا بالنسبة للمقاولين والجونة كان تقدم المقاولين العرب 2-0 وتعادل ما بين وادي دجلة ومصر المقاصة او مصر المقاصة كمان احرز هدف تاني وكانت متقدمة على وادي دجلة 2-1. دجلة المتقدمة كام؟ 2-1؟ 2-1 لصالح دجلة. طب والماتشات خلصت ولا لسه؟ تاني ممكن تكون خلصت يعني. انا اصلا بكلم فريق الاعداد مش عارف احنا ما احنا اتكلمنا في كل حاجه بخصوص الشغب مش عارف يعني هنقول ايه تاني في القصه دي. لا احنا ننتظر نتمنى الانتظار الى ان يتم الخروج من الموضوع ده لبر الامان بشكل كويس بالنسبه للجمهور الاهلي. انا في الوقت الحالي بتكلم على الجمهور الاهلي وعلى بعثة النادي الاهلي. اهم حاجه تامينهم وتامينهم لازم يكون بشكل ممتاز. الماتش ده ياثر في الدوري العام يا كابتن زيزو وكابتن خالد؟ اه طبعا ادى انطباع خطير يعني معنى ممكن الدوري ما يكملش بالمنظر ده ممكن ما يكملش لان برضو خلي بالك المنظر دوت ممكن يعني يتبعه احداث مؤلمه جدا يعني التخوفات اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. يعني تصور انت مثلا حصل احتكاك بين جماهير يعني شوف انت النتيجه ممكن لا قدر الله ممكن تصل لايه. فطبعا دي عمليه صعبه. وبعدين النهارده في عدد كبير من الفرق هينزل تحت وفي فرق تلات اربع فرق عايز تكسب الدوري. ممكن جدا في كل اسبوع تجد شكل من هذه الاشكال للاسف الشديد لو لم يتم. كابتن خالد ايه اللي مخلي الجماهير يعني مثاره كده وفي الدنيا مقلوبه والناس بتنزل الملعب وبتهاجم والجماهير بتهاجم بعض يعني ليه الامور وصلت لغايه كده؟